الحضور الكريم. مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال العرايش وديال القصر ديال الدار البيضاء ديال سلا وديال الرباط، شنو هي المدن اللي معنا هنا ديال فاس، شاون، الى نسيت شي مدينه حاضره معنا هنا يقولوها لي مرحبا بكم. وكنحييو هذه المدن الجميله والعتيقه من خلال هذه المؤسسة الفقيه تطواني اللي كتصادف اليوم واحد الوجوه نيره مضيئه في العمل السياسي وفي العمل النقابي وفي العمل المهني وفي العمل الاكاديمي. كنرحبوا بكم وكنعتبروا هذا اللقاء بمثابه واحد الفرصه، فرصه كبيره جدا وفرصه ثمينه باش نجليو الواقع ديال المراه المغربيه اللي كنا مغاربه في الداخل كما في الخارج مهتمين باوضاعها ومهتمين بالواقع ديالها، وكنحاولوا ما امكن اننا نساهموا في تحسين هذا الوضع باش ان شاء الله المراه ديالنا المراه المغربيه تحظى بالمكانه التي تستحق وهي كبيره جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب سيمون نائبه برلمانيه عن حزب التجمع الوطني الاحرار وفاعله جمعويه. اليوم حضرت بالكاسكيت ديالي الحزبيه، ولكن قبل كل شيء احنا قبل ما نكونوا برلمانيين احنا راه مواطنين، باش مواطنين اللي كنحتكوا بالميدان مع 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 المواطنين بشكل عام. يعني بشكل عام كنشكروا الفقيه التطواني على الدعوه ديالو الكريمه لي يعني مناقشه واحد الموضوع كبير وكبير بزاف، يعني آفاق المراه العامله بالمغرب. وملي كنتحدثوا وكنتكلموا على المراه العامله، يعني واش المراه العامله في البيت وكذلك المراه العامله اللي خارج البيت، وملي كنتكلموا على المراه العامله خارج البيت كنتكلموا على المراه الموظفه في القطاع العام، وكذلك المراه العامله في الحقول وفي المزاريع وكذلك في القطاع الخاص. اكيد في البدايه خصنا ضروري نتكلموا على يعني كاينه مكتسبات عده، يعني اذا قرنا قبل من قبل لحد الساعه كاينه مكتسبات عده بفضل الرؤيه المتبصره لصاحب جلالنا نصر الله وايده، وكذلك رؤيه الحكومه ديالنا اللي رفعت شعار الدوله الاجتماعيه، وهي الان بصدد انها كتنفذ وكتنزل اسس الدوله الاجتماعيه على ارض الواقع. غنتخصص لكم بعجاله، غنتكلموا على التعويض الدعم المباشر اللي غيخلي ديك المراه اللي في البيت اللي كنتكلموا عليها انها تقاضى واحد التعويض جزافي، يعني اذا كان ما عندهاش اطفال 500 درهم، وكذلك والتعويض كيتزاد على حسب عدد الاطفال. غنتكلموا على تعميم التعليم الاولي باش يكون عندنا واحد التعليم ذو جوده للجميع ويكون كيحقق مبدا تكافؤ الفرص بين جميع ابناء المغاربه. غنتكلموا على واحد العرض الصحي وعلى ورش الحمايه الاجتماعيه اللي فضلها تخلي يعني ازيد من 10 مليون مغربي مغربه يستفدوا من تغطيه صحيه، واللي شملت جميع فئات، يعني فئات الاشخاص الغير الاجراء، يعني ما كنقولوا غير الاجراء الذي يزاولوا عمل خاص منهم للصنيع التقليدي والفلاح الصغير وكذا وكذا والتاجر كذلك. يعني هناك مكتسبات عده اللي خصنا نوقفوا عليها وتكون عندنا ثقافه العرفان ونقولوها. وكذلك كاين هناك نواقص اللي حنا كبرلمانيات خصنا نزيدوا نترافعوا عليها. غنتكلم على واحد القانون اللي دابا غنقولوا اللي بغيت نترافع عليه ونحطه كتوصيه ونترافع عليه كنائبه برلمانيه، هو المراه المراه العامله اللي في القطاع العام او في القطاع الخاص ملي كتوفى ما كيكونش عندها تقاعد. علاش؟ ياك الفصل 19 شدد على مبدا المساواه بين الجنسين بين الرجل والمراه، ولكن في حاله الوفاه الرجل كيرجع التقاعد ديالو النصف حتى هذا في نظر، والمراه ما كيبقاش عندها تقاعد بحال اللي كانت ديك المراه اللي كانت عامله هذه السنين ومعيله اسره، حيت كنتكلم على مراه معيله اسره ما كيبقاوش عندها فين هما ديك الاقتطاعات وديك الحقوق اللي كانت كتخلص الدوله وكذا، الضرائب اللي كانت كتخلصها، ملي كتموت ما كيبقى حتى حاجه. وماذا عن المراه العامله خارج ارض الوطن في القطاع الفلاحي بالضبط؟ طبعا المراه العامله غنتكلم على المراه العامله اللي في القطاع الفلاحي اللي في المراه المزارعه المهاجره بحال اللي كنقولوا. اكيد كاينه بحكم التواصل ديالي مع الناس ومع هاد النساء بالخصوص اللي كيتمشيو على برا وكذلك اللي في المغرب كاينه مشكل، يعني القانون كاين، المشكل ان هاد النساء هادو ما عارفينش الحقوق ديالو، ما عارفينش ما لهن وما عليهن، ما عارفينش كيفاش يدافعوا على راسهم اذا تعرضوا الى التحرش الجنسي او التحرش اللفظي، التحرش بجميع انواعه. يعني خصنا نوقفوا على تعزيز الترسانه القانونيه لهاد النساء هادو باش يعرفوا الحقوق ديالهم، كيف يعرفوا يدافعوا عليها، ماشي
بغيت تعرض للتحرش الجنسي هتسكت لانها ان ديك المشغل هيقر انه يجري عليها هيطردها وهي كتكون معيله اطفال يعني كتكون عندها مسنين يعني عندها الاباء ديالها مسنين عايش معها في الدار عندها اشخاص في وضعيه اعاقه يعني عندها عده يعني كتضطر ان احيانا بعض النساء ما كيقدروش يتكلموا ويعبروا حيت ان كن اكيد انها هيجري عليها اولا اذا ما رضاتش بديك الوضع ان يقدر ديك المشغل العام الجاي ما يديكلاريش بها انها تعاود ترجع لاسبانيا اذا يعني كاينه مشاكل اللي خصنا نوقفوا عليها بحال اللي قلت لك هذا المشكل اللي قلتي المراه العامله في قطاع يعني كتعرض للتحرش الجنسي المراه اللي في المغرب اللي كاينه اللي كتشتغل في القطاع الغير مهيكل وكتشتغل بواحد عدد ساعات اكثر من 8 سوايع وبواحد سالير هزيل جدا اللي ما كيحترمش الحد الادنى للاجور هذا مشكل غنتكلموا على عمليه النظافه لان ديك المشغل مع الوزاره المعنيه ولا مع الدوله كيكون عنده ديك التحملات وما كيحترمش للاسف ديك التحملات لا مع حراس الامن مع عمليه النظافه كيعطيهم واحد المبلغ لاقل من السميك او من السميك للحد الادنى للاجور يعني كاينه ملفات شائكه ملفات عالقه ولكن كاينه مكتسبات اللي حنا كنفتخروا بها كحزب كمغاربه انها تحققت لهم على ارض الواقع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.